ربنا على الأرض صدرت من العدالة المصرية وحولت أوراق الجاني وشريكه إلى فضيلة مفتي الجمهورية. كل مجرم بينال جزائه، فيش حد في مصر فوق القانون. النهاردة بلادنا في أمان وسلام وفي تقدم وازدهار. بعد الإحالة للمفتي النطق بالحكم، ده كان في اليوم صدى البلد، شكرا يا كريم، بالحكم على القاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه 11 سبتمبر. هنلاقي في اليوم السابع مراحل قرار إحالة أوراق زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه للمفتي. المصري اليوم أحال قاضي المتهم بقتل شيماء جمال وشريكه إلى المفتي. يعني محدش فينا يقدر يقول أي كلمة ولا نسمح بأي حاجة تزعزع إيماننا ببلادنا وبقضائها وبمؤسسات دولتنا. دولة قوية وعافية وكل يوم بتتقدم خطوة لقدام، لازم يبقى ده قضاء. الله يرحمها ويغفر لها. بالنسبة بقى لأم